معكم عالم الصباح، وهلا رح تكون معكم مين؟ هانيا، ورح تبلش البريباراسيون لكل الاغراض ولكل السويتس اللي بدها تعملنا اياهم لليوم. رح نروح لعندها ورشه ملح. بونجور مشاهدينا، لليوم السبت 26 اكتوبر. بتعرفوا هلا قرب هالوين، مش هالوين بلبنان، هالوين بامريكا يلي ثلاث ارباع العالم صاروا عم يلحقوا امريكا فيه هالموضوع. المدارس معطلين وكل شيء، صرنا عم نشوف زينه هالوين كثير بالسوق، صرنا عم نشوف كثير هالوين بارتيز. عشان هيك انا اليوم نقيت اني اعملكم اشياء جديده لتزيدوها على طاولتكم بهالوين، ان شاء الله تكون مفيده لكم وان شاء الله تعجبكم وصفاتي. اول وصفه لنا لليوم عندي كب كيك باللقطين والتفاح. بهيدي الوصفة حيكون في عنا بوريه اللقطين يلي هي منلاقيها كتير بالسوق، حيكون في عنا 2 كوب طحين، نص كوب زيت نباتي. هيدي الوصفة دايما مثل ما بتعرفوا انه التفاح بحب كتير البهارات، حيكون فيها ملعقة قرفة، نص ملعقة جوزة الطيب، نص ملعقة زنجبيل، رشة ملح، ورشة صغيرة كبشة قرنفل، فينا نحطها وفينا ما نحطها. هيدي الوصفة كمان حيكون فيها تفاح مقطع صغير، ومع كمان على جنب حيكون في كريم. لأول مرة منشوف إنه كريم معمولة من جبنة كريمية وحليب وسكر. هيدي الكريم حتكون محطوطة بقلب الوصفة وتنخبز معها، وأنا حزد لكم عليها ديتاي صغير، فينا نحط عليها كراست، عجينة صغيرة معمولة من الزبدة المسقعة والطحين ورشة القرفة على وجهها. حنخلط شوي الاشياء مع بعض وبرجع بالبارت الثانيه بفرجيكم انا كيف حطيتهم مع بعض قبل ما ينخبزوا. ببلش اول شيء بالمكونات اللي هي رطبه. ححط اول شيء البيض، وضيف عليه اكيد الفانيلا، ححط بيوريه اللقطين اللي هو تقريبا بدنا كوب، حضيف عليهم نص كوب الزيت النباتي، وبلش اخلطهم. بهالوقت انا ححط البهارات تبعولي على الطحين لحتى اضيفهم. بعد شوي اكيد ححط السكر على الخلطه اللي حطيتها بالاول. هاي اول بارتي من الوصفه تبعولنا، اول قسم من الوصفه تبعولنا. القسم الثاني حيكون الجبنه. مع السكر تقريبا 200 جرام جبنه، نص كوب سكر، وبالعدد ملعقتين حليب. والكراست يلي عم بعمله اليوم معمول من زبده بارده تقريبا نص كوب، نص كوب طحين مخلوط مع القرفه. هيدي عجينة الكراست منخلطها ومنحطها بالفريزر لأنه بدنا إياها تكون بول قاسية حتى بعدين نبرشها على التفاح أو على أي خلطة تفاح فينا نزيدها. عطارة التفاح طيبة كتير، على الأبل كرامبل طيبة كتير، تعطينا هيك طعم بسكوي على الأشياء، على أي شيء مع تفاح. بتعرفوا أنتوا أكيد أنه التفاح كتير بحب البهارات. أنا هلأ حأعجنها وحطها بالفريزر وبرجع بفرجيكم مشاهدينا كيف حاجمعهم سوا بالكب كيك تبعولنا. رولا حارجع لك وبلش حضر انا وصفاتي
وبرجع بشوفكم وان شاء الله تكون يامي. كل شيء واضح وعلى ذوقكم. كله واضح بعدين بس صندوق كل شيء بيوضح اكثر. على كل حال يعطيك العافيه. بتعطيني كثير معنويات انت دائما. لانه بعرف انه اكلتك كثير طيبين. على كل حال يعطيك العافيه. ميرسي. رح نرجع لك بعد شوي هانيا. بدي بس لكم على السؤال اللي طرحته، اذا كنتوا تهربوا من المدرسه او كنتوا تتمرضوا تما تروحوا على المدرسه، فكنتوا عم تواصلوا معي على الفيسبوك. ليه ثلاث ارباعكم ما كان حدا يهرب؟ ما عم بفهم. طلعت انا هلا الشريره اللي بهرب وبحبها للمدرسه على فكره. كانت في سابرينا كوين جاوبتني شيء كثير مهضوم، كثير فقعتيني ضحك. قال كانت كثير تحب المدرسه وما كانت تهرب، بس هلا بتتمنى انه تهرب من الشغل. كثير حبيت. اوكي. وفي رورو زيناتي كمان بيقول انه كان ما بعرف اذا بنت او شاب، بعد مش متاكده، كنت تحب كثير المدرسة وبس، ولا بحياتها كانت تهرب، كانت تشتاق كمان للمدرسة ولأصحابها حتى بالويك اند. أنت أكيدة؟ طيب. على كل حال، علاء الدين ألذ حدا، علاء الدين شرقاوي بيقول ليش في أحلى من الهريبة من المدرسة؟ مظبوط. هلا بآي نو رح نفهم مع عامر عن النوكيا ورح نسأله السؤال كمان إذا كان يهرب من المدرسة ولا لا. خليكم معنا. بونجور. زمان والله زمان. اهلا وسهلا. اشتقت لك. انا اشتقت لك كثير. مقاطعتيني. اشتقت لك. بقول لك مع جون بتتركيني لقلي. طب بنتسلى، تعال معنا نهار الاحد، بتطلع حلو منك. دبكه و ناقص طبعا يمشي الاستوديو. اخوات يعني. بس حتى ما اعذبك انا جاوبتك. اذا بتعملي ريفرش. بتحب؟ لا ما هذا يعني كل هذا. ليه بدك تضيع وقت لحالك؟ انا بحب تقولها هيك لايف. لهونيك؟ إيه؟ بس ما انا ما بعرف، انا ماني من النوع اللي بواجه استعمل تكنولوجي. لا عن جد ما بين عندي. لا لا يا الله. لا لا يا ريفرش يا خي. طيب يا حبيبي. اوكي خلص اعطيني اعطيني بدي اشوف. شو قلت؟ بلا فضايح على بكره. لا شو هالسؤال على بكره الصبح؟ بلا فضايح. ماشي انا رح اقريب النهايه رح اعمل ريفرش. ليش؟ يمكن انا التلميذ الوحيد اللي كان يهرب من الشباك يرجع يفوت من الباب. اوكي لا صرت عم بستوعب شوي قيستي. اوكي على كل حال بس اقول لك يعني حتى قالوا لها اياها للوالده هيدا انه بيضهر من الشباك بس بيرجع من الباب. على كل حال عامر كلنا عنا قصص بالمدرسه. اكيد اكيد. وانت هلا كنت بدبي؟ ابو ظبي. باردون كنت بابو ظبي. ابو ظبي. وكان في عندكم ايفنت نوكيا وورلد. نوكيا وورلد 2013. احنا حضرنا اذا بدك، انا حضرت كذا نوكيا وورلد، وهذا هذا الايفنت اللي صار هو ايفنت عالمي، بيصير يعني بيجوا من كل بلاد العالم عليه لا يشوفوا او يحضروا الانونسمنتس اللي بدها تطلق النوكيا او البرودكت الجديد اللي بده يتم الاعلان عنهم. حلو. هلا الملفت للنظر انه دائما نوكيا وورلد بيحمل يعني اذا بدك بيحمل اشياء او اعلانات او اعلان جديد عن برودكتس كبيره. يعني بتذكر من 2007 بالمانيا نوكيا وورلد شدنا الاعلان عن اول سمارت فون اذا بدك، يعني صحيح الان 95 ب 5 ميجا بكسل كاميرا مع جي بي اس مع سكرين يعني كبير. اكزاكتلي اكزاكتلي. وهلا كمان بنوكيا وورلد 2013 تم الاعلان عن كثير ديفايسز جديد، تم الاعلان عن تابلت اللي هو ال 25 20 ويندوز 8.1 تابلت، الديزاين تبعه كثير حلو. الملفت للنظر بهذا التابلت انه الكاميرا من اكبر الكاميرات الموجوده على تابلت. يعني اكبر من الكاميرا تاعت الايباد، اكبر من كاميرا تاعت الايفون، سوري الاندرويد تابلتس، اكبر من اي كاميرا موجوده. تم الاعلان عن اول فابلت، الفابلت اللي هو بين الفون والتابلت 6 انش يس، اول فابلتس من نوكيا جهازين 15 20 و 13 20. بدي يكسح السوق يعني. هلا حنحكي عنهم، هلا حنحكي عنهم. وتم الاعلان عن رينج جديده من عائله اشا. عائله اشا هي اللو اند، يعني الاجهزه رخيصه بس صحيح رخيصه بس صارت شبه سمارت فون. يعني ارخص واحد فيهم اللي عم ينطرح بالسوق ب 70 دولار او ب 69 دولار ممكن يعني فيك تنزل عليه فيسبوك وواتساب وتويتر. ورخيص كثير رخيص. اكيد. ف ماشي يعني ما لا يقارن. ما هذه هي. فاليوم اعاده الموضه اللي عم تعملها نوكيا بدنا نقول انه عم تاخذ المواجهه لابعد، رغم انه ثلاث سنين اللي قطعوا كانوا عم بيقولوا انه نوكيا انتهت ومصيرها مثل مصير بلاك بيري اللي هو عم ينتهي. عم ينتهي، بس لا اليوم رجعت حطت حالها على اذا بدك سكه المواجهه
وفرضت لعبة جديدة بالأجهزة. هلأ ححكيك عنهم للأجهزة لأنه 15-20 جهاز كتير مهم اللي هو 6 إنش. بس خلينا نشوف إذا بدي كليب سريع نشوف لنحط العالم بأجواء أبو ظبي ونوكيا وورلد 2013. يلا سريع بدي هيك ذكر المشاهدين بلمحه سريعه. بدي اقول انه نحن شهدنا مع نوكيا تاريخي، خاصه انا، يعني انا ربيت على نوكيا وعلى الانونسمنت تبع نوكيا. يعني اذا بذكرك اول جهاز بينزل بالعالم من دون انتنا مظبوط هو تليفون النوكيا يلي نزل نيش ماركت وقتها اللي هو نوكيا 8810. هذا نزل كروم وسلايدنج وسلايدنج وانه هذا اللي بيحمله وقتها كان 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 كثير كثير نيش، انه اللي بيحمله شيء مهم كبيرة. رجع بعدين نزل الماس ماركت يعني لكل الاشخاص اللي هو ال 3210. يعني هدول السنين اللي عم بحكي انه هيك عليهم 98 99. ايام ما كنت تشوف التليفون تفكره متفجره هالقد بس ال 8810 كان صغير. نوكيا هي اول شركه بتطلق السمارت فونز، اول شركه بتطلق كونسبت البي دي اي او الكمبيوتر المحمول مع التليفون بالنوكيا كوميونيكيتر سيريز ال 9000 وصار في بعدها 9110 9210 و لكن لهم عز. صح صح، يعني اول جهاز كمبيوتر مع اول تليفون مع كيبورد، اول كمبيوتر محمول بمعنى هذا. فالايام اللي عم نمرق فيها هي ايام حددتها نوكيا. اول سكرين كبيره تاتش بيتم اطلاقها بتليفون كانت 7710 سنه 2004 من نوكيا. يعني فيني كمل كثير بانونسمنتس مهمين. التغيير المعادل صار ب 2007 بنوكيا وورلد لما تم الاعلان عن الان 95 كان اول تليفون بحط بيكون ترند ستر بيلحقوه الشركات البقايا. 5 ميجا بكسل كاميرا، جي بي اس، بوزيشننج، كل الامور هيدي كان نازل من السما. هيدا ال 7710 بسنه 2004 كان اول تليفون في بقلبه نافيجيشن، يعني جي بي اس ومابس ونافيجيشن. كنا نشتري النوكيا بدي اقول لك انه كنا نخاف ننقل، يعني مثل كيف صح. هلا عندك تليفونات معينه بتقول انه خلص انا ماسك هيدا التليفون. نوكيا كان هيك بوقتها، نوكيا كان هيك وكان كل فتره ينزل لك ديفايس تشجع انك تنقل عليه اللي بعده. لا صح، واتس نكست. لا واتس نكست اكزاكتلي. فاليوم نفس الشيء اذا بدك خليني اذكر كمان انه لانه حاحكي عن الكاميرا هلا. نوكيا هي اول شركه بتنزل موبايل فون مع كاميرا بال 7650. واو. فكمان هون من هالنقطه هذه سنه 2002 فمن هالنقطه هذه اليوم حنحكي انه شفنا اطلاقه لاجهزه التليفونات بنوكيا وورلد. هلا حنشوف مع المشاهدين بعض المشاهد نحن عم نحكي عن هالاجهزه هيدي. اول فابلت من نوكيا 6 انش بموديلين ال 15-20 وال 13-20. بقلبه الفابلت الكاميرا 20 ميجا بكسل. يعني هون عم نشوف هلا التابلت مع بعض. ايه هيدا نحن عالم الصباح. صح، وفي سعدان كان عم ينط على الشاشه. في هاني، هانيا كنت عم بحضر هاني. كنت عم بحضر هانيا من ابو ظبي. كنت عم بحضر هانيا من ابو ظبي. جعت فقلت ما قلي لهانيا. عم نشوف هون ال 15 20. بس بدي اقول هذا الجهاز شايف قد ايه كبير رولا، بس الحلو فيه انه في بقلبه اكبر كاميرا على هيك جهاز على هيك قياس. 20 ميجا بكسل. شفنا اللوميا 10 20 يلي هو 41 ميجا بكسل.
وهلا عم نشوف هدول الديفايسز، عم نشوف اكبر كاميرا على تابلت. فمن هالمنطلقه هيدي كمان اليوم فينا نعتبر انه بنوكيا وورلد 2013 في دعوه لتغيير المعادله. اوكي هدول عم نشوفهم هلا اكسسوارز اللي قطعوا. أوكي. من باتري تشارجرز لهيدفونز لوايرلس تشارجرز، لانه التليفونات اللي اعلنوا عنه نوكيا رولا بيتشرجوا كهرباء وايرلسلي. حلو، يعني ما بتشكيهم بالكهرباء، بتحطيهم على الطاوله او على قطعه بتشرجهم وايرلسلي. احلى، فما في مش مربوطين بشريط، مش مربوطين بشريط. مزبوط. ال 15 20 اللي هزيلهم كولرز. يس، ايه فول كولرز. يعني شوفي هلا عم نشوفهم، عندك الوايت، عندك الريد، عندك اليلو، عندك الاورنج، عندك البلو، سايان، يعني الالوان هدول الاشرز اللي نحن عم نشوفهم. شفنا الاعلان عن ثلاثه ديفايسز اشر. اوكي، مثل ما انك شايفه يعني اتس تاتش فون و بنفس الوقت اتس انتري ليفل. هلا هون عم نرجع هذا اللوميا 15، هذا اللوميا 1020 اللي هو 40 ميجا بكسل، 41 ميجا بكسل فون، اكبر كاميرا موجوده على تليفون لحديت هلا. سبقوا السامسونج بالموضوع من زمان، لانه كان عنده ال 808 كمان. اليوم اذا بدنا نحكي بالكاميرات، ما فينا نقارن ابدا نوكيا بسامسونج، لانه الرينج الكاميرات اللي موجوده عند نوكيا سبقت كل الشركات. يعني هلا نوكيا بنلاحظ انه هي عم تحاول تتغلب على الشركات الثانيه يمكن، او تتميز بيمكن، يعني كلمه تتميز هي أو هي اذا بدك ديفينيشن المضبوطه، لانه هي عندها هلا فينا نقول الكاميرا الواو، بس انه طبعا بعد يمكن ما قادره تضاهيهم بالمبيعات. وانه العالم تتقبل، بس التكنولوجي اللي موجوده هي تكنولوجي جديده. فمشان هيك عم اقول لك انه نوكيا وورلد 2013 غير المعادله مره جديده، وهلا حيجبر الشركات البقايا اللي عم نحكي عنه انه يلحقوا. صحيح. يعني اليوم عم تحكي ولا شركه عندها 6 انش مع 20 ميجا بكسل كاميرا مع سكرين اللي تم الاعلان عن تكنولوجي تاعيتها بدايركت سان لايت، يعني اذا ضارب فيها الشمس فيك تقريها. شو حلو، اذا حدا مضوى عليها فيك تقريها. وغير عن هيك الست انش معمول بطريقه ذكيه جدا، انه اذا عم تقري صفحه انترنت، اذا عم تقري ايميل، اذا عم تقري وورد دوكيمنت، عم تقريه من دون ما تضطري، يعني مرتاح نظرك من دون ما تضطري تفوتي زوم لا زوم ولا exactly. ان ولا exactly. اوت يعني exactly. بس عم بيكبروا كمان بالسكرينات. انت هلا اكيد في ديفايسز بدنا نشوف كمان اذا الانسان بيرتاح بهالقد يكون سكرين كبيره 100%. يعني اكيد النظر اريح، بس انه كمان هذا هون صفى من منطلق النيش ماركت رولا. يعني اللي بحب 6 انش في ياخذ 6 انش، اللي ما بحب 6 انش في عنده قيسات الثانيه اللي هي 5 و5.5، موجود كمان عند نوكيا. يعني في عندك جهاز رائع جدا نحن كنا حكينا عنه انه هو اللوميا 925 يلي بيور فيو، واللي كاميرته رائعه جدا. انا كان بسياق هال الايفنت قدرنا نعمل سايت سينج بابو ظبي، وصورت بال 925 وصورت بال 1020، رح فرجي المشاهدين قريبا شويه صور. الصور رائعه جدا، الالوان كثير حلوه، عن جد ما في تليفون بضاهي هالكاميرا هيدي. فبرجع مثل ما انت عم تقولي، عم بيتميز نوكيا بي، فانه شو بده الشخص؟ نحن اول ناس نزلنا تليفون مع كاميرا، ونحن اول ناس عم ننزل تليفون مع كاميرا ما في له منافس بعد لحد هلا بهالحجم هيدا. التركيز على الالوان مثل ما ذكرت انت نقطه كثير مهمه، اليوم اسود رمادي ابيض هن الوان تحصيل حاصل. صح. بس عم نشوف كاتيجوري من الالوان الرائعه واللي معموله بطريقه انه منا احمر بشع او اصفر ما فيك تتقبليه، اختارين الالوان الحلوه ومش يعني انا يمكن ولا مره كنت يمكن افكر انه احمل تليفون اصفر صراحه. انت بتحسه بتقدر مين حمل يعني حلو الاصفر، وخاصه اذا كان معك الاكسسوارز يلي بتكملوا الهيدفونز الصفر او الباتري تشارجز، او اذا بتنوعي اذا بتحبي تحملي تليفون اصفر مع اكسسوارز حمر اكزاكتلي جيب الاكسسوارز طريقه الكومبينيشن تركيب بتحمسك. هلا نحن الاسبوع الجاي رح نشوف مقابله مع شخص كثير مهم، هو على راس الديزاين وعلى راس التليفونات الجديده يلي شفناها، اكسكلوزيف انترفيو لعالم الصباح. نعم. مثل ما كان كمان حضورنا بنوكيا وورلد 2013 شبه اكسكلوزيف، لانه من التلفزيونات القليله اللي صح لها تكون موجوده بهالايفنت وتاخذ انترفيوز وتشارك بالاعلان يلي كان عم يعني على راسه لهالاعلان والافتتاح الكينوت
سبورتس ستيفن إيلوبي اللي هو السي اي او طبعا نوكيا اللي كان موجود كمان بابو ظبي مع اهم مدراء واهم ديسيجن ميكرز بنوكيا. كبير يا عامر شايفه نحن عم نكبر فيك هلا خلينا هيك يا رب حالي عم بعمل شيء واو ليك وين صرنا. على كل حال ثانك يو عامر اكيد انبسطت معك انا اليوم. انا كمان دائما بنبسط معك. رح نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها بلا جمرك المساحه الحره لكل شخص يقول شو في عنده. ما تروحوا لبعيد رح تكون معنا ميراي توم. انا اليوم جايب معي زون بيجاتا